مساء الخير عليكم، ازيكم حبايبي؟ طبعا الصينية دي مش صينية مكرونة بشاميل خالص، دي حالة كده ما يتعداش ال5 جنيه. ما شاء الله بتعمليه، ما بياخدش معاكي بالظبط كله على بعض نص ساعة، وبيكون جاهز وبيكون بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انتوا لحد الآن لسه ما تعرفوش، دي صينية بطاطا حلوة حلوة جدا، عايزاكم كلكم كده تجربوها، مش هتاخد معاكم تكلفة ولا وقت. تعالوا يلا، بس قبل ما تشوفوا الفيديو بتاعي ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوها. معايا حوالي 1.5 ل2 كيلو بطاطا، بقطعهم واحط عليهم كوباية الا ربع من المية، عليهم بالظبط 2 معلقة من السكر، انا بحب السكر بتاعي يكون وسط، واحطهم على نار هادية واسيبهم لحد ما يوصلوا للقوام اللي انتوا شايفينه ده، شايفين لونها اصفر معانا وبقت مهروسة معايا على الاخر. بعد كده الهراسة بتاعتي بتاعت الفول طبعا او البطاطس اللي عندنا بنهرس بيها، ههرس بيها، حطيت معلقه هنا من السمنه البلدي وشويه او رشه من الفانيليا. كده انا خلصت البطاطا بتاعتي، هناخد بقى حوالي 1 كيلو من الحليب، عليهم 2 معلقة من الدقيق، وشوفي انت بقى السكر بتاعك حابه تحطي معلقه او 2 معلقة، انا هنا بالظبط هحط يعني 1.5 معلقة، واشوف لو عايزه حطي تاني. حطيت فانيليا وبرده 1 معلقة صغيره من السمنه البلدي، تقدري ان انت تستغني عن السمنه البلدي، ممكن تحطي ريحه السمنه البلدي هتكون اخف وكمان هتكون يعني صحيه اكتر. تمام كده او كده السمنه البلدي حلوه في كلتا الحالتين، حطيتيها وما حطيتهاش كده او كده هي طعمها حلو. هحط كده شويه تحت في الصينيه بتاعتي وشويه من الحلويات بتاعتي على البطاطا عشان خاطر تبقى متماسكه معايا. حطيت الطبقه بتاعتي المهلبيه وبعدين حطيت البطاطا بتاعتي وسويتها عندي بظهر المعلقه كده، طبعا بعمل لكم بالمعلقه للناس اللي ما عندهاش سباتيوله، يعني عايزه اقول لك من الاخر تعمليها باي حاجه عندك. هحط بقى نص الكميه الثانيه على الوش، بس دايما بكتر في الوش اكتر من تحت. حطيت على صينيه الومنيوم وعايزه اقول لك ما خدتش معايا كلها على بعضها كده ربع ساعه، ورغم الفرن بتاعي واسع ربع ساعة، ما بالك انت بقى لو الفرن صغير مش هتاخد معاكي بالظبط 5 دقايق. بصوا ما شاء الله طلعت عاملة ازاي، واو تحفة، هي عاملة بقى زي البشاميل، لو قطعتيها وهي سخنة يعني بتبقى مش متماسكة قوي معاكي، لو سبتيها تهدى شوية هتكون متماسكة معاكي زي قطعة البسبوسة. بتفكرني طعمها بالظبط بطعم العزيزية، تحفة، عايزكم قوموا كده كده جربوها وتعالوا قولي في الكومنتات، بجد تحفة. الصينية اصلا ما شاء الله كنت انا عاملاها كده انا والولاد، حاجة حلوة بسم الله ما شاء الله ما فضلتش، يعني ما شاء الله هي كمية صحيح قليلة، بس احلى حاجة ان انت تعملي حاجة قليلة وتخلص كده هتحسوا بطعمها، احسن ما تعملي كمية كبيرة والولاد بقى يزهقوا منها وانت تزعلي ان هي ما اتاكلتش كلها. طبعا اي واحدة فيما بتعمل تبقى نفسها ان هم كلهم يشطبوا على الاكل اللي هي عملته او الحلوى اللي هي عملته. يلا اشوفكم على خير الفيديو القادم، ما تنسوش تحطوا لايك وبالف هنا وشفا.